مرحبتين واهلين وسهلين. ليش كله اثنين اثنين اثنين؟ لأنه بدنا نحكي عن أحد أجمل مدينتين وأحسن مدينتين في العالم بالنسبة لي طبعاً، هدول أوتاوا وجاتينو. في كتير ناس في العالم تسألهم شو عاصمة كندا، بيقعدوا يفكروا تورونتو، مونتريال، فانكوفر. لا يا جماعة، عاصمة كندا أوتاوا، واللي حابب يجي على أوتاوا سواء سياحة أو يجي يسكن بدي اياه يتابع هذا الفيديوهات اللي حسويها. حسوي عدد كبير من الفيديوهات عن كل شيء ممكن تسويه في أوتاوا، حاول اغطي كل شيء. أوتاوا مدينة جميلة ورائعة جدا. في ناس كتير تيجي هون تقول لك فيش شيء تسويه في أوتاوا. لا، غلطانين. ما بدك يوم ولا اسبوع ولا شهر، بدك سنة كاملة عشان تسوي كل شيء وتتمتع في أوتاوا. خليكم معنا، تابعوا هاي الفيديوهات، عملوا سبسكرايب، حطوا جرس التنبيهات عشان توصلكم الفيديوهات اول باول. واهم شيء اهم شيء اهم شيء، اعملوا لايك وشير مع اصحابكم عشان يعرفوا قديش مدينه أوتاوا جميله. اهلا وسهلا فيكم جميعا عشان تشوفوا كثير عن أوتاوا. حاعطيك معلومات كثيره واشياء اسرار ما حدا بيعرفها، حتى السكان المحليين الموجودين هون. في ناس بتشتغل في هذه الاماكن ما بتعرف اسرار عن هذه المباني. حاعطيكم شغلات كثير غريبه وعجيبه، وشغلات ممكن تسووها ما ممكن تسووها في مكان ثاني في العالم كله. تابعونا، معكم في أوتاوا جاتينو